السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي حسن يحيى، اسم أبي الدكتور يحيى الرحمن، اسم أمي خديجة الكبرى. نحن أخواني وأختاني، أنا أسكن مع أسرتي في تونجي يازيبور. حصلت على شهادة الداخل من مدرسة دار النجاة الصديقية الكامل، وحصلت على شهادة العالم من مدرسة دار النجاة الصديقية الكامل. وبعد ذلك التحقت في جامعة الإسلامية بقشتية في قسم الحديث والدراسات الإسلامية، وحصلت على شهادة البكالوريوس، وحصلت على شهادة الماجستير في قسم الحديث والدراسات الإسلامية. وبعد ذلك حصلت على شهادة ماجستير ثانيا في قسم اللغة الإنجليزية وأدابية في الجامعة الإسلامية بقشتية. كنت مناظرا باللغة الإنجليزية في مجلس المناظرة بالجامعة الإسلامية، كنت رئيسا في مجلس المناظرة بالقسم الحديث، وكنت عضوا تأسيسيا بجمعية الأمم المتحدة المثالية بالجامعة الإسلامية. وبعد ذلك كنت باشرت كمعلما في مدرسة وكلية الإنجليزية دشهور بمعسكر دشهور. وبعد ذلك كنت باشرت كمحاضرا في كلية ميليستون في قسم الدراسات الإسلامية في عام 1929. هذا ما عرفته بنفسي. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله.